قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. ما يتعلق بناصر ماهر، دور مدير الكرة دايما بيبقى مهم في فكرة الاحتواء في لحظات وإقرار عقوبات في لحظات، وده اللي بيعمله الكابتن سيد عبد الحفيظ في بعد فترات كبيره حقيقه من الخبرات. بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده خبرات كبيره ومتراكمه. ناصر ماهر كان زعل جدا جدا بسبب انه ما كانش موجود في مباراه امبارح، والحقيقه انه اغلب التوقعات كانت تشي الى وجود ناصر ماهر. ناصر الفكره بتاعته مش بس الحرص على المشاركه، وكان عنده اصابه بعدته فتره طبعا والحمد لله رجع. كابتن سيد عبد الحفيظ احتوى غضب وزعل ناصر ماهر لانه ناصر عايز يشارك لو حط عينه على الاولمبياد. كابتن شوقي غريب مجنن تقريبا، مجنن اللعيبه كلها اللي معاه في المنتخب الاولمبي. الكلام واضح، اللي هيلعب موجود مكانه واللي مش هيلعب ملوش مكان ومحدش يزعل. والخناقه حلوه، كوره منافسه جميله، كل اللعيبه بتجري على انها تبقى موجوده في فرقها عشان تقدر تحافظ على اماكنها. فكابتن سيد عبد الحفيظ قعد النهارده مع ناصر ماهر واتكلم معاه في فكره انه الجهاز الفني محتاجه، وانه طول الوقت ده واضح انه في حرص كبير جدا جدا. وكابتن سيد طلب من ناصر ماهر انه ما يكررش فكره انه يزعل ويغضب ويمشي قبل المباراه والحاجات اللي شبه كده. قال له خد بالك، ضبط النفس مهم، خد بالك وجودك مهم في الفرقه والناس حريص عليك والراجل حريص عليك. فكره احتواء الموقف مع لعيب زي ناصر ماهر، لعيب مهم في النادي الاهلي ولعيب عنده مستقبل، وعايز تفتكر كلامي شوف ناصر الفتره اللي قبل الاصابه كان عامل زي حاجه ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا جدا جدا، وان شاء الله كمان يرجع ويتالق. والحقيقه دايما الرساله اللي بقولها للعيبه انه في حاجات انت بتعيشها احنا ما بنشوفهاش كجماهير وكاعلاميين. اوعى تخلي شويه التفاصيل اللي قدام عينك بس انت اللي شايفها تخليك ما تاخدش بالك ان الناس شايفينك كبير قوي. فاوعى التفاصيل الصغيره اللي ممكن تضايقك تنغص عليك شويه حاجات تفتكر ان الناس تبقى شايفاها. لا، الناس عارفه كويس انه موسيماني بيقدرك، والناس عارفه انه الاهلي بيقدرك، والناس عارفه ان انت اول لما هتاخد الفرصه هترجع تنور تاني، واول لما هتبقى موجود المنتخب الاولمبي فاتح دراعاته. فما تخليش الحاجات دي تاثر عليك، خاصه انا ناصر بحبه جدا على المستوى الشخصي والسلوكي وعلى مستوى كمان ادائه في الملعب. فهو ده اللي انا بتمناه، واتمنى تكون واكون تعقيبي موفق ورسالتي ليه واضحه في ضوء الحاجات الكتيره اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. جايب لكم انفراد جديد مش من حد، انتوا عارفين انفرادي ما بيكون من صحفي، ما بيكون من حد، يكون زميل، يكون اعلامي، يكون صحفي، كلهم اخواتنا واصحابنا. بقول لكم ده انفراد من فلان الفلاني. انفرادي النهارده من موسيماني ليا. انا الحقيقه قابلت النهارده موسيماني وقعدت اتكلمت معاه. انفراد النهارده من موسيماني ليا انفراد مهم جدا. الحقيقه يعني انا دايما شهادتي في الراجل ده مجروحه، يعني انا مساند ليه بشكل كبير جدا وبطموحاته وباحلامه وباحلامه مع النادي الاهلي. النهارده سالته سؤال واضح وصريح، هل ممكن النهارده تكون موجود في تدريب منتخب جنوب افريقيا؟ هل النهارده ممكن تتلقى عروض تانية؟ فموسيماني قال لي بوضوح انا مكمل في النادي الاهلي لحد ما النادي الاهلي يوجه لي الشكر. موسيماني مكمل في النادي الاهلي لحد ما النادي الاهلي يوجه لي الشكر. قلت له يعني طموحاتك مع النادي الاهلي السنه دي السنه الجايه؟ موسيماني رد عليا رد واضح كده، انفراد كده على مسؤوليتنا. قال لي تاني انا مكمل في النادي الاهلي، قال لي طموحاتي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي سنوات وسنوات. اخدت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، رحت كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، تمتعت بجماهيريه كبيره جدا بالملايين في مصر وفي القاره الافريقيه، اسمي راح في منطقه اخرى، حبيت النادي الاهلي وجيت النادي الاهلي مش لطلب الفلوس. ده حديث من موسيماني ليا، يعني مش منقولا عن حد. جايب لكم النهارده حاجه طازه تماما. الراجل كان معانا في ساعتين في حفله، وهنعرض لكم النهارده وهنقول لكم كل حاجه. دي تصريحاته. قال لي اللي شفته في الاهلي انا ما شفتوش في حتت كتيره جدا جدا. قلت له عندك طموحات للاحتراف بره او التدريب بره؟ قال لي ما هو انا بالنسبه لي الاهلي بره والاهلي احتراف والاهلي مكان كبير. موسيماني النهارده اتكلم على الاهلي معايا حوالي 10 دقايق وربع ساعه، ذكر فيهم اسم الاهلي مش اقل
من 500 مرة. مساء الخير. شكرا جزيلا. أنا ممتن جدا لمنحي هذه الجائزة، وأنا أتسلمها بالإنابة عن الفريق بأكمله واللاعبين والجهاز الفني الذي يساعدني دائما، والجماهير ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب. كما أتوجه بالشكر للإعلام والصحفيين الذين أعطوني صوتهم خلال تلك الفترة القصيرة. أنا ممتن لهم جميعا، وأنا أشعر هنا وكأنني في وطني، وأشعر بالترحاب والدفء، وأمامي مسؤولية كبيرة مع فريق كبير. إلا أنني لا أتحرك كثيرا وأبقى في محل إقامتي معظم الأوقات، وأنا سعيد بوجودي هنا وأحب الطعام والأكلات المصرية، وكلما احتجت لأي طعام مصري فأنا أطلبه من المطعم ويأتيني في المنزل. أما بالنسبة لسؤالك عن مباراة الزمالك، فأنا أمامي مباراة أخوضها يوم الأربعاء المقبل، وبعدها سأتحدث عن مباراة الزمالك. شكرا طبعا لزميلتنا المتألقة جدا 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 لينا الطهطاوي، لأن النهاردة تاخد لقاء مع موسيماني كان شيء صعب جدا، ولكن انفردنا الحقيقة باللقاء، وانفردت النهاردة بحديث طويل هكمله معاكم دلوقتي. ولكن بشكر برضو الأستاذ محمد فؤاد على الترجمة الرائعة، دائما وأبدا متعة في الترجمة محمد فؤاد، الحقيقة يعني بوجه له كل الشكر وكل التحية. موسيماني النهاردة سألته كمان أسئلة مهمة جدا، قلت له مباراة الأهلي حكم مصري، تحب يتأجل المباراة حكم أجنبي؟ فرد علي رد تاني خالص، رد مختلف تماما، قال لي حكم مصري حكم أجنبي حكم أوفار، اللي يعني الناس تاخد القرار، الناس المسؤولة تاخد القرار، أنا جاهز المباراة. فقلت له تأجيل المباراة أفضل لك؟ الكلام اللي بنسمعه، أنت ممكن يكون عندك هاني غايب، أنت ممكن يكون عندك معلول مش موجود. فرد علي رد تاني خالص، قال لي أنا من ساعة ما جيت وأنا شغال في روتيشن، أنا عندي في النادي الأهلي فريقين، وعندي في كل مكان لاعب واثنين وثلاثة. قلت له بس النهاردة اللاعب الأساسي في الأهلي أكيد مش زي البديل. قال لي أنا ما عنديش لاعب أساسي ولاعب بديل، أنا عندي اللاعب الجاهز هو اللي بيكون موجود في الملعب، فما عنديش أي مشكلة إن أنا أقابل نادي الزمالك فول تيم حتى لو غاب مني محمد هاني وعلي معلول، بغض النظر عن ان هم لعيبه كبار، بغض النظر عن صناعه الفارق. هو الراجل عنده ثقه كبيره جدا في المجموعه اللي معاه ان هو ما عندوش حاجه اسمها لاعب ولاعب بديل. ده كلام موسيماني قولا واحدا، يعني كلام اللي هو ايه من الاخر زي ما بيقولوا كده. السؤال بقى المهم، السؤال المهم النهارده، سالت موسيماني على لاعب واحد معاه، سالت موسيماني على لاعب واحد، لا على اتنين لعيب، سالته على كهربا، فرد عليا رد طبيعي جدا، ما قاليش لا مشكلة ولا خلاف ولا حاجة خالص. قلت له كهربا، قال لي كهربا خلاص العقوبة انتهت وكهربا بيتمرن معانا. فقلت له طب كهربا هيكون موجود امتى؟ قال لي كهربا اما يبقى جاهز اكيد هيبقى موجود في الملعب، كهربا اما يبقى جاهز هيبقى موجود في الملعب. فسألته قلت له جاهز دي يعني جاهز فنيا ولا جاهز نفسيا ولا ماشي بسيستم يرضيك والتزام؟ قال لي لاعب النادي الأهلي إما يبقى موجود في الملعب يبقى جاهز من كل حاجة، فهو ما يبقى جاهز في كل النقط اللي انت قلتها دي أكيد هيبقى موجود معايا في الملعب، لأن أنا في الآخر مدير فني عادل، النادي الأهلي ليه سيستم وليه خطوات وليه طرق. ركزوا معايا لأن الكلام ده يعني إيه، أكني عامل حديث مع الراجل ده من موسيماني ليا، لا في اجتهاد ولا في أحد خالص. قال لي كهربا أنا رجل، أنا مدير فني عادل، كهربا إما يبقى جاهز هتشوفه في الملعب، ويوم ما تشوف كهربا في الملعب اعرف ان هو بقى جاهز وبذل مجهود كبير جدا علشان يرجع. اللعب في النادي الاهلي شيء صعب مش سهل، بيتطلب حاجات كتير، اما كل الحاجات يتوفر عنه هيبقى موجود في الملعب. سألته بقى سؤال مهم جدا عن احتياجاته، فيعني ايه قال لي يعني الامور دي انا بنهيها وبشتغل من دلوقتي للسنة الجاية، يعني للسنة الجاية انا بحط احتياجاتي. ولكن سألته على لاعب مهم جدا وهو ممكن علامة استفهام ناس كتير قوي تفكر فيها، سؤال دايما بنسأله، مروان محسن. مروان محسن موقفه ايه؟ قال لي مروان محسن من اهم اللعيبة عندي في الملعب، ومن اهم اللعيبة اللي بينفذوا التكتيك اللي انا بحطه في دماغي او انا بشتغل بيه. مروان محسن لاعب مهم جدا، ومروان عنصر اساسي من عناصر النادي الاهلي. نفس السؤال ده سألته لأجيري وهو مدير فني المنتخب الوطني ورد عليا كده، نفس السؤال ده
سألته لكوبر وموجود في المنتخب الوطني ورد عليا كده. بل أجيري ما قاليش كده بقى. أجيري كنت في لقاء معاه أنا والكابتن أحمد شوبير وقال لي أنا بحط مروان محسن أو التشكيل بحط مروان بحط عليه الفريق. كلمة كبيرة. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم.